سلام معكم هاجر اليوم تبعوا حكايتي في نيو ايبيزود في كيفاش اول حاجه بغيناك تقدمي لينا راسك سلام معكم هاجر 20 عام استودانت اون 3ème année ITM à la Rabat Business School de l'Université Internationale de Rabat et cofondatrice du projet Comfy Scrubs. Koulina, علاش اختاريتي l'UIR tout d'abord ou علاش بالضبط des études en management? Alors j'ai choisi les études neuf l'UIR et la filière de la management parce que j'étais toujours passionnée par tout ce qui est business et parce que le parcours de Baba m'a toujours impressionnée. Du coup, à ce tariq, j'ai le même parcours et j'ai fait l'IPM dans la Rabat Business School. Tout ce qui est bien dans ta vie, tu as un jour où tu as beaucoup de choses. ممكن تعاودي لينا شنو طرا؟ كنت اون في نورمال بديت مون باركور اونيفرسيتير هنا في لوير اون 2018 كلشي كان غادي مزيان حتى لو 16 اكتوبر 2018 كنتفاجئ بلي بابا مات في اكسيدون دو لا روت هو جاي يجيبنا من لوير تما كانت صدمه شويه كبيره عليا انا على اختي على ماما صراحه علينا كاملين على لا بيت فامي لا غروند فامي كلشي تاثر وكنا يلاه كنحاولوا نديروا لو دوي ونصبروا ونزيدوا نصبروا على هادشي اللي طرا لنا حتى ريسامون في جانفي 2021 ماما جاها لو كوفيد و وصلت بيه لا ريانيماسيون في لوبيتال بوندون 15 جور حتى توفات الله يرحمها شنو كان التاثير ديال هاد لي دو ايفينمون عليك وكيفاش قدرتي ما تهبطيش يديك هي حاجه طبيعيه انني دزت بيان سور من بيريود دو ديبرسيون حيتاش جوج د الاحداث متابعين سورتو في اون بيريود ديال دوز اني شويه صعيبه حيتاش يلاه كتحاول تادابط مع لا بروميير سيتواسيون حتى كتجيك لا دوزيام ولكن صراحه انا واختي تعاوننا ودرنا اليد في اليد اون ا بو سورمونتي هادشي كامل اي سا باري ديفيسيل سا باري امبوسيبل ولكن الحمد لله اون ا بو لو فير غراس ا نوتر فامي لا بيت اي لا غروند et صحابنا والناس اللي دايرين بينا بيان ايفيدامون لو سوتيا اللي تلقيت من كاع الناس اللي كيعرفوني كيفاش نقدروا نبقاو بوزيتيف في حياتنا واخا يطرى اللي يطرى اهم حاجه هي خاص يكون عندكم الايمان بالله حيتاش ان ربي ما غياخذ منكم حاجه الا غادي يعوضكم بحوايج اخرين احسن منها اي حاجه ما خاصهاش تهبطكم وتطيحكم للارض او كونترير خاصها تزيد تقوي منكم وديفلوبيكم وتزيدوا تخدموا على راسكم باش توصلوا لداكشي اللي بغيتوا سورتو الا كان هذا ان بوت زعما لي بارون ديالكم مثلا بغاو يشوفوكم في واحد المرتبه وسورتو مثلا سواء كاينين في الحياه اولا توفوا الله يرحمهم خاص داكشي اللي باغين هما يوصلوكم ليه خاصكم توصلوا ليه كيف ما بغيتوا خاصكم تشدوا بيديكم وبرجليكم باش توصلوا لداك لو بوت اللي هما باغيين لكم علاش بالضبط اختاريتي لونتربرونيا واش كانت عندك الفكره ديجا باش انك تلونسي ان بروجي اختاريت لونتربرونيا باسكو بابا الله يرحمه كان ديجا ان اونتربرونور في الموبيليي دوكو كنت فاش كنت صغيره كانوا كيقولوا لي هاجر شنو بغيتي تكوني باش تكبر كنقول لهم انايا بغيت نكون مديره الاعمال دبابا دونك باش كبرت وخديت الباك ديالي كان كيقول لي هاجر سير تقرا لا كونطابيليتي باسكو لو دومين خاصك ضروري تكون عندك لا كونطابيليتي سي بور سا اختاريت لي زيتود هنايا في مانجمنت في لوير انا نعرفوا كيفاش جاتكم الفكره باش ديروا لا كوميرسياليزاسيون ديال لي بيجاما دو بلوك Depuis toujours, on a besoin d'un projet. Mais l'idée de Comfy Scrubs, j'ai une autre façon de faire. Quand je suis ma copine, je suis en train de faire un projet. Je suis en train de faire un projet. Je suis en train de faire l'idée. شنو شنو اللي دير قالت لي بغيت ندير لي بيجاما دو بلوك هي ديجا الي ايتودونت اون ميديسين دونك قلت لها شوف انت يا ايتودونت اون ميديسين انا ايتودونت اون بيزنس مانجمنت لا ميور كومبو لا اجي نديرو ان بروجي صافي كرينا اون باج انستغرام بدينا خدامين بار لا سويت بغينا نديرو ان سيت ويب وهادشي اللي كاين بغيناك تعطينا اخر كلمه كاخر كلمه نقدر نقول لكم هي انكم ما بيسي جامي لي بغا اي حاجه في حياتكم طرات خايبه ولا زوينه خاصها تقويكم سورتو الا كانت خايبه اكثر اي حاجه دزتو منها ما عمركم تقولوا ان واو علاش ربي عطى لهذا وانا ما عطانيش بالعكس ديك الحاجه اللي طرات لك ما فيها الا الخير الا حطها لك سيدي ربي قدامك دونك دون جيف اب وتاخذوا بالاسباب وتوكلوا على الله ان شاء الله كلشي غادي يدوز لكم بخير